يا مساء الفل عليكم، ويوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على صدى البلد. يا رب تكونوا جميعا بخير وبافضل حال، ويا رب يكون كده يعني الايام دي تعدي علينا كده بسرعه، بخصوص طبعا الجو الرهيب اللي احنا بنعدي بيه يعني الايام دي، وان شاء الله كده ايه ربنا يسلم الحال علينا جميعا. واهم حاجه بس ايه يعني حاولوا تعرضوش لاي اشعه شمس طبعا مباشره، واهتموا جدا بالسوائل، ويا رب ان شاء الله كام يوم كده يعدوا على خير. النهارده معانا فقرات كتير متنوعه، بس قبل اي حاجه بقى نسلم على كينج انبوكس برضو الاستاذ احمد فاروق. حبيبي يا شيكو يا فنان. ازيك يا رؤى؟ عامل ايه يا نجم النجوم؟ حبيبي ربنا يخليك، انت عامل ايه؟ اخبارك؟ يا تناتك عارف انت التان ده، خد بالك دي من ضمن الاجتهادات الشخصيه، انا بحس بكده برضه. ايوه. الواحد لازم يتطور ويعمل نيو لوك جديد، فاهم؟ مش عارف اعمل قصه ايه جديده في شعري، فقلت اغمق شويه. كله يعني حلو عليك يا عم شيكو، ربنا يخليك. عامل بعض اخبارك ايه؟ عامل ايه في اليومين دول؟ بس ان شاء الله يعني نتمنى الحمد ان الاسبوع ده يعدي على خير يعني ان شاء الله. عامل ايه؟ باين على وشي، باين. باين والله من غير حاجه، احنا اسودنا لوحدنا. بالظبط. طيب يا مساء الفل، يعني النهارده معانا فقرات مختلفه ومتنوعه، وان شاء الله كمان يعني تنول اعجابكم ورضاكم كالعاده. زي كل اسبوع معانا الفقره القانونيه مع المستشار احمد فوزي، وطبعا يعني لاي اسئله لاي كمان استشارات قانونيه على طول كلمونا من خلال الفقره باذن الله. حلو جدا، ويمكن برضو من ضمن الفقرات بقى اللي معانا فقره مهمه جدا جدا جدا، بتتكلم عن السوشيال ميديا والتكنولوجيا وقد ايه الاطفال ممكن يكون ذهنهم بيكون شارد في التعامل مع السمارت فونز وكل التكنولوجيا بصفة عامة. وبنتكلم بالأخص بقى عن أمهات أو اتنين أمهات لسه شباب كده في بداية عمرهم، بيعانوا مع الأطفال طبعا عندهم من خلال استعمال التكنولوجيا، وما كانوش عارفين يعملوا إيه، فقرروا إن هم يعملوا مبادرة للتوعية طبعا وترشيد طبعا اللي هو استعمال التكنولوجيا. لما نيجي لمعاد الفقرة دي بقى نعرف منهم كده بالتفصيل الفكره جات لهم ازاي وايه اللي هم كانوا بيعانوا منه. من ضمن الفقرات اللي معانا النهارده هتكون مهمه جدا جدا، واكيد هنستفاد من المعلومات والخبرات اللي هم بيمروا بيها. تابعونا من ضمن الفقرات النهارده. عظيم جدا، وبرضه يكون معانا فقره حلوه كده ايه وغريبه شويه. ليه غريبه شويتين ثلاثه؟ لان احنا بنتكلم ان احنا عايزين يعني الى حد ما يتم توفير فرص عمل كتيره وزياده ومحترمه في كل الاتجاهات يعني، لكن لما نوصل بقى ان اليابان اللي هو كوكب اليابان اللي احنا بنتكلم عليه يعني طول الوقت بشكل محترم كده وجميل، يكون عندهم الاستقالات اللي هي خاصه بالعمل بشكل كبير، يعني كل واحد كده يقول لك انا مش قادر اشتغل، انا الدنيا تعبت خلاص من الموضوع فهقدم استقالتي. هل هنا يعني ليها بعض المؤشرات الخاصه بالقصه دي او ليها بعض الاسباب؟ من خلال الفقره بقى نتكلم معاكم، وليه يا ترى هم بيقدموا استقالاتهم بشكل كبير، وكمان برضو الموضوع هنا فيه ان ومش كده بس، ده كمان بيطالبوا وبياخدوا كل حقوقهم. يعني الموضوع حلو، موضوع فعلا فاروق زي ما فاروق بيقول ان هو في تفاصيل كتير، وكان عندنا فضول واحنا كده بنراجع الحلقه قبل الاول هو نعرف ايه تفاصيل الموضوع ده وايه ابعاده. طيب خلينا بقى نبدا معاكم موضوعنا النهارده. موضوع النهارده حلو جدا، زي ما حضراتكم برضو عارفين ان احنا في معظم الوقت بنحب نشوف مشاريع التخرج في الجامعات بصفه عامه في مختلف طبعا الكليات، ويمكن دايما بيكون ملفت للنظر ان احنا لازم نقول لا المشروع ده احنا لازم نتكلم عنه، المشروع ده مهم جدا، المشروع ده لازم يخرج للنور. وانا بنتكلم عن حاجه خصوصا ان هي بتدعم سياحه بلدنا، فكان لازم ان احنا نختارها وكان لازم ان احنا نتكلم عنها. احنا بنتكلم المره دي عن مشروع طبعا كليه اعلام جامعه القاهره، ان الطلبه هناك قرروا ان هم يعملوا مشروع بره الصندوق شويه ويتكلموا عن السياحه الصحراويه، وسموه قافله 96. وايه الفكره من الاسم؟ ويمكن ده كان فضول عندي انا وفاروق ان احنا نعرف ايه فكره قافله 96، واكيد هنعرف منهم بالتفصيل. لكن الحقيقه انا عاجبني جدا حته السياحه الصحراويه، وان احنا بنتكلم عن السياحه الصحراويه يمكن احنا عندنا صحاري كتير جدا موجوده، وباختلاف طبعا المناطق الجبليه بصوره كبيره. طبعا ده غير بقى طبعا نقول السياحه الفرعونيه برضو من ضمن السياحات الصحراويه اللي عندنا، وكمان
يمكن الناس اللي بتحب تسلق الجبال، فدي برضو من ضمن السياحة الصحراوية. فعندنا حاجات كتير جدا متعلقة بالسياحة الصحراوية، فأنا أعتقد أن ده مشروع تخرج ملفت للنظر وحاجة جديدة، أن إحنا ما بنسمعش عن نوع السياحة دي بصفة كبيرة، أو أي حد بيسلط عليها الضوء أو بيتكلم عن مميزاتها وقد إيه موجودة بصورة كبيرة جدا في مصر. والله يا شيكو بص، يعني الحمد لله، يعني حدث ولا حرج بقى عن السياحة في مصر بأشكالها المختلفة والمتنوعة الحمد لله. عندنا لو لما بتجيب سيرة مصر كده بتتكلم عن السياحة بأشكالها المختلفة والمتنوعة، والحمد لله يعني في كل حتة وفي كل محافظة. عايز بحر تلاقي، عايز صحراء تلاقي، عايز جبال تلاقي، عايز طيارات وتنط بالباراشوت وتعمل حركات تلاقي، كل حاجة هتلاقيها الحمد لله عندنا مرتبطة بالسياحة موجودة بشكل كبير. وعلى فكرة الحمد لله عندنا اللي متابع الموضوع هو فاهم كويس جدا ان احنا عندنا المؤشر ومعدلات السياحة عندنا في مصر في ازدياد عن الأعوام الماضية. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا نسبة السياحة عندنا بتزيد بشكل كبير وملحوظ عن السنين اللي فاتت. ده ليه عدة عوامل. طبعا لو بنحط مكانة مصر الحمد لله على جنب كده، دي لوحدها ده شيء الحمد لله الواحد يتكلم عليه ويفخر بيه بشكل كبير، لكن كان ليها عدة عوامل. من ضمنها ايه؟ من ضمنها ان على فكرة مش احنا بس اللي في مصر اللي بنعاني من الاقتصاد او بنعاني من المشاكل وخلافه وبعض الحاجات الخاصة بالطاقة والقصة دي. يعني في اوروبا نفس الكلام، والازمة عندهم لما ابتدت من بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فاحنا بنتكلم ان في بعض الأجانب بشكل كبير ابتدوا يفكروا ان هم ازاي ممكن يوفروا من الإقامة بتاعتهم والمعيشة بتاعتهم اللي هي في كل بلد، يعني ان هم يروحوا دولة تانية ويتبسطوا بمبالغ الى حد ما ممكن تبقى موفرة ليهم بشكل كبير. يعني وده اللي حصل، ان احنا لقينا في ازدياد حصل من القصة دي او من بدايتها. يعني لا يزال بيقولوا ايه، رب ضارات النفاعة، ان احنا بالزبط. في ازمة عند البعض فجت لنا احنا بمنفعة لحد ما. طبعا ده غير كمان ان في ناس شغالة دلوقتي من ضمنهم في الفترة الحالية وزير السياحة والاثار، على ما اعتقد الراجل ده شغال بهدوء تام، كل واحد بيعمل المهام بتاعته يعني بشكل كبير ومختلف. واللي عجبني اكتر كمان ان هو ابتدى ازاي يسوق للسياحة بتاعتنا للخارج، ودي كانت مشكلتنا بحقيقة. ان احنا كان عندنا مشكلة ان احنا بنكلم بعض في مصر هنا، احنا عندنا مكان حلو في محافظة كذا، احنا الأقصر وأسوان عندنا حاجة عظمة، شرم الشيخ نفس الكلام، لكن ما كناش بنعرف ازاي نسوق ده خارجيا. ده اللي بيحصل دلوقتي، نسبة الإقبال عندنا والسياحة ما شاء الله في جميع الفنادق في جميع المحافظات على فكرة عظيمة، وإشغالات هايلة هايلة هايلة. طبعا ده بجانب عندنا ان احنا لازم معلش يبقى في استفاضة شوية في الجزئية دي وديها حقها. عندنا العالمين دلوقتي، العالمين حدث كبير جدا، شفنا عندنا الحمد لله أماكن محترمة فيها، نفس الكلام نسبة الإشغالات فيها عالية ومحترمة بشكل كبير جدا جدا. ومحدش يقول أصل ده ملناش دعوة بيه، لا، هي كلها حلقة متصلة ببعضها، متصلة بالعمالة، متصلة بالأسر اللي هي اللي المفروض كل واحد شغال بيبقى يعول أسرته، فهو ده مصدر دخل ليه ومصدر رزق ليه، فهي كلها شبكة متصلة ببعضها. ده حقيقي. وإحنا كان من زمان كان مهم جدا عندنا الجزء بتاع الساحل ده، كان لازم يتم استغلاله، ده مفيش حتة في العالم والله زي الجزء الخاص بالبحر بتاعنا. ده حقيقي. بحر أبيض ولا بحر متوسط ولا حتى الأماكن الخاصة بينا على نهر النيل، حاجة عظمة جدا. فلما احنا نلاقي عندنا في طلبة بيفكروا بالشكل ده، ان هم ازاي كمان في مشروع التخرج بتاعهم ان هم يستغلوه ويبتدوا ان هم يتكلموا على جزء وجانب مهم جدا من السفاري او السياحة الخاصة بالصحراء او الخاصة بالجبال وخلافه في المنطقة دي، فهم كده ايه، انت تبقى مطمن ان انت عندك في جيل كده ايه من الشباب الاعلامي ان شاء الله اللي هيطلع الفترة اللي جاية هو عارف هو بيمسك كل منطقة عاملة ازاي. بالظبط. بس صح فاروق، يمكن كلامك انت قلت يعني حاجات كتير فعلا مهمة وبنتكلم عنها دلوقتي في تسويقها في مصر وخارجيا. خلينا برضو بقى ناخد كده معانا شروق رشوان نعرف منها بالتفصيل فكرة المشروع. طبعا احد الطلبة طبعا اصحاب هذا المشروع ده. شروق ازيك، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. اولا يا شروق طبعا حابين ان احنا يعني، او انا حابب بصفة شخصية يعني هنيكم على فكرة
المشروع ده، وبشجع اي حد بيفكر خصوصا في المواضيع اللي نقدر نقول عليها جديده، خصوصا زي السياحه الصحراويه. ده اولا. ثانيا انا حابب اعرف برضو الفكره جات لكم ازاي كطلبه، وايه اللي فكرتوا فيه، وايه فكره كمان الاسم قافله 96؟ تمام. انا الاول اتكلم عن اسم قافله 96. احنا اخترنا الاسم ده بالذات لان هنا الرقم في الاسم فيه سؤال، فنخلي الناس عندها فضول انها تعرف بالذات ليه اخترنا رقم 96. فده دلاله على الاسم، فاسم قافله هو مصطلح عربي بيدل على الترحال والتنقل من مكان لمكان، غالبا الطرق الصحراويه. اما الرقم 96 فهو مش مجرد رقم، هي نسبه، وهي نسبه الصحراء في مصر من المساحه الكليه بتاعتها. 96% 96% بالظبط. بتعملوا ايه بقى؟ ايه فكره المشروع؟ يعني انتوا كان ايه هدفكم من القصه دي؟ وكمان لقيتوا ايه بقى وانتوا شغالين على المشروع؟ فترة لا شروق، تعالى يمين او الشمال شويه، الشبكه بتقطع. ايوه اطلع البلكونه الجو برد. او احنا زي ما شايفين ان الفتره دي في تشجيع جامد قوي للسياحه في مصر بشكل عام، وفي اقبال كبير جدا من المصريين او الاجانب. بس اكتشفنا ان اغلب الناس بتتجه للسفر والسياحه بتروح اماكن ساحليه وبحر زي الساحل الشمالي وشرم وكده. احنا حابين نعمل حاجه جديده ونلفت النظر اكتر للسياحه الصحراويه، خاصه ان نسبه الصحراء في مصر كبيره جدا والصغيره 96% دي مساحه كبيره. ان احنا نسلط الضوء على الاماكن اللي الناس تقدر تزورها والانشطه اللي الناس تقدر تعملها، فحبينا احنا نسوق على لده على مستوى مصر والعالم كله. فاحنا الشعار بتاعنا لسه فيها اكتر، علشان مصر بتاعنا لسه فيها اكتر اماكن وانشطه تقدر انت تعملها. طيب شروق، برضو خليني اعرف منك، يعني انتوا كام واحد شغالين على المشروع ده واشتغلتوا عليه قد ايه؟ يعني احكي لي التفاصيل كده من الاول لغايه ما الموضوع طلع معاكم كده للنور زي ما احنا بنتكلم عنه دلوقتي. تمام. 12 طالب وطالبه شغالين على المشروع. الصوت قطع يا شروق، ما عرفتش انتوا كام حد. احنا 12 طالب بالظبط. تمام. شغالين على المشروع، قسمنا التاسكس علينا وكل واحد كان ليه تاسك معينه شغال عليها وكل منها. تمام. بدانا ان احنا نشتغل على المشروع من بدايه الترم الثاني من سنه التخرج سنه رابعه. تقريبا ده كان من شهر 11/2022، وناقشنا المشروع في مايو 2023. وطبعا في خلال المده دي عملنا كل شيء تقريبا من ريسيرش وسفر وتصوير ومونتاج وكده. حلو. يعني انتوا 12 حد مقسمين موزعين الادوار عليكم اللي يعني عشان تقدروا كمان توثقوا اللحظات اللي انتوا بتعملوها، وزي الحاجات اللي احنا معروضه دلوقتي معانا على الشاشه. ايوه بالظبط. عظيم جدا. طيب شروق، لنا كده يعني عن المناطق اللي عندنا اللي المفروض احنا نتميز بيها، وانتوا كمان ركزتوا عليها بشكل كبير من خلال المشروع بتاعكم ده، غير كمان احنا معانا يعني شويه صور شفناها هنا معانا على الهواء، يعني حاجه جميله جدا ومحترمه. شكرا. بالنسبه للاماكن الصحراويه في مصر فهي كتير جدا، بس احنا سلطنا الضوء في المشروع بتاعنا على 7 اماكن. وهم دهب وسان كاترين والفيوم والصحراء البيضاء والصحراء السوداء والاهرامات ومحميه وادي دجله في المعادي. طبعا في الاماكن دي في اماكن بعيده زي سان كاترين ودهب سينا، الاماكن اللي حابه للناس اللي حابه انها تسافر بعيد وتجرب المغامره دي. وفي مش بعيده قوي زي مثلا فيوم، فهي اقرب محافظه تعتبر من القاهره. وفي اماكن جوه القاهره ذات نفسها زي مثلا محميه وادي دجله، فالسياحه الصحراويه موجوده في كل مكان تقدر تعملها هي والانشطه بتاعتها. بس هي دي الاماكن اللي احنا زرناها في المشروع بتاعنا. طيب يعني انا عايز اعرف، بصي انت قلتي كذا مكان، انا عايز اعرف ايه اللي بيميز كل الاماكن دي، وعايز اعرف ايه الصحراء السوداء، يعني ممكن تكون يعني دي موجوده فين، عامله ازاي؟ تمام. احنا قبل ما نبدا طبعا المشروع بتاعنا عملنا سيرفي اطلاع راي علشان نعرف اكتر الجمهور بتاعنا هم بيفكروا ازاي، ايه الاماكن اللي مش معروفه بالنسبه لهم، ايه الاماكن اللي معروفه. فبالنسبه لاستطلاع الراي احنا في بعض الاماكن من اللي احنا رحناهم اكتشفنا الناس ما تعرفش عنهم حاجه، مثلا زي الصحراء البيضاء والصحراء السوداء. هدفنا الاسمى ان احنا نسلط الضوء على اللي مش مشهوره او معروفه قوي بالنسبه للناس. ماشي. زي مثلا فيوم الناس تعرف عنها اكتر وادي الريان او الشلالات وكده، بس ما يعرفوش حاجه مثلا عن وادي البطيخ،
او الكهوف اللي موجوده في الفيوم زي كهف وادي حيتان، برضه منطقه قصور العرب وغروب صموال، كل دي اماكن موجوده في الفيوم. برضه في دهب الناس بتتجه مثلا للبحر وبلو لاجون وكده، طب هل امارس الانشطه اللي بتتعمل في جبل الطويلات او في جنا والباي السفاري وحاجات زي كده؟ بالنسبه للصحراء البيضاء والصحراء السوداء، فكل واحده اتسمت كده الصحراء البيضاء عشان الرمال فيها لونها كلها ابيض. بالنسبه للصحراء السوداء لونها كده علشان دي بقايا الانفجارات البركانيه اللي جفت على مادة ملايين السنين. طبعا اللي كانت ايه؟ بقايا الانفجارات البركانيه الايه؟ يعني اللي جفت على مدى دي موجودة فين معلش؟ موجودة في أي منطقة؟ مكانها فين؟ يا شروق معلش فين؟ مكانها فين يا شروق؟ الصحراء السوداء فين؟ مكانها فين؟ الأماكن بتاعتها فين؟ عارفة مكانها فين؟ طيب اتسمعني كويس يا شروق كده ولا الصوت بيقطع؟ سامعاك. طيب عندك خلفية إن الأماكن دي موجودة فين؟ هل هي في مكان واحد ولا في أكتر من مكان؟ يعني ناحيه الفيوم ولا غير الفيوم ولا ايه؟ هي موجوده في الفرافره السوداء، في محطه الوادي الجديد. الوادي الجديد يعني حلو ده برضو، انتوا تعمقتوا ما شاء الله بشكل كبير قوي. هي الصحراء البيضاء والصحراء السوداء يعتبروا جنب بعض الاثنين، محافظه الوادي الجديد. محافظه الوادي الجديد. وانتوا كمان مصورين في حاجات عن الفضاء اهي وعن النجوم وعن مش عارف ده ايه ده، بس هو يعني في صور انا شايفها نجوم متهيألي. لان الصحراء البيضاء والسوداء السمك فيهم طبعا عشان مفيش تلوث في الاماكن دي، مفيش السمك صافيه جدا، بتقدر انت تشوف النجوم وحاجات زي كده، وبيكون في تلسكوب وحاجات زي كده انك تقدر انها تشوف منها النجوم. عظيم جدا. طيب يعني شروق برضو اخيرا انا عايز اعرف منك، يعني هل انتوا هتكتفوا بالموضوع ده كمشروع مثلا تخرج، ولا ناويين تكملوا بيه او ناويين تعملوا عايزين توصلوا بيه لحته معينه؟ احنا طبعا نتمنى ان احنا نكمل في المشروع ونعرف الناس اكتر عن السياحه الصحراويه، وما يبقاش بس الجمهور بتاعنا مصري والناس بس اللي في مصر، لا احنا حابين نوسع الموضوع اكتر والاجانب كمان يجوا ان هم يزوروا مصر الصحوية اللي فيها ويمارسوا الأنشطة اللي عملناها هناك وكده، لأن هي فعلا مصر لسه فيها أكتر، فيها أماكن كتير جدا تقدر أنت تشوفها وتعملها، فإحنا حابين إن إحنا نزور الأماكن دي ونوثقها ونوريها للناس. عظيم جدا. ماشي يا شروق، بالتوفيق ليك يا رب كده ولكل زمايلك. نورتنا جدا وفكرة حلوة ومحترمة، وإن شاء الله يعني تكونوا يعني في أفضل الاماكن كده والمراكز ان شاء الله بعد التخرج كده، وتعملوا شيء حلو كده بافكاركم الحلوه دي. شكرا جدا ليك يا شروق، نورتينا. فكره عظيمه ده حقيقي. عجبني طبعا. طبعا هي مش جديده ان احنا بنتكلم عن الاماكن بتاعتنا السياحيه او بنتكلم على الترويج الخاص بينا بالسياحه يعني، وده حقنا ان احنا كمان نعرف الاماكن، يمكن البعض يعلم عنها معلومات كتيره والبعض الاخر ممكن لسه عايز يعرف يتساءل يفهم. احنا عندنا كان في اثار مش عارف ايه البركانيه والحاجات دي كلها، هي خاصه بالصحراء السوداء ولا الصحراء، كل حاجه هتلاقي ليها ايه لو تعمقت فيها شويه، هتلاقي ليها تاريخ جميل وتاريخ وكل حاجه حلوه قوي فيها. ده غير كمان ان احنا برضو كان معانا هنا في البرنامج وبنتكلم عن الحته الخاصه بالصحراء برضو بس عن الفضاء، اللي هي ان انت ازاي تروح اماكن معينه خاصه بمواقع يعني قريبه شويه وصافيه، تشوف فيها النجوم عن قرب شويتين، تشوف فيها بعض الجمال الطبيعي للفضاء يعني، او للسحاب او ايا كان الموضوع ايه، برضو ده جانب اخر لازم نستغله. هي في الاخر هرجع اقول لكم والله العظيم احنا متضايقين ان الكهرباء بتقطع، متضايقين طبعا كلنا يعني، بس ما حدش ينكر ولا حد يقدر يقول تلت التلاته كام ان فعلا مصر اقسم بالله من اجمل دول العالم واحلى دوله موجوده في العالم. هي اماكنها كلها لوحدها بتتكلم عنها كده، والواحد لما بيحب البلد دي هيشوف كل حاجه فيها حلوه مهما كانت الضغوطات، مهما كانت الامور فيها شويه حاجات، وان شاء الله هتعدي، كله هيعدي باذن الله. بس اقصد ايه، ان بلاش كل حاجه ناخدها في حته ايه ان احنا كل حاجه بقت وحشه، كل حاجه بقت مش عارف ايه، احنا في حاجات بنعاني منها ده حقيقي فعلا. والنهارده ايه؟ الاثنين، يعني بكره ايه؟ الثلاث ان شاء الله.
بس كده. انا عايز اعرف السر ولا الموضوع. السر الناس عارفاه. ماشي. باذن الله. والله يا فاروق انت قلت كلمتين يعني خير يعني خير يعني كده الكلام مقل ودل فعلا يعني ان من الاخر احنا بلدنا فيها كل حاجه، البحرين والنيل والصحراء وفيها كل حاجه، وان شاء الله يعني يكون بافضل حال جميعا، وربنا في الاول وفي الاخر ما بينساش حد. خلينا بقى نتكلم معاكم في حاجه جميله جدا جدا جدا، وهي ايه بقى؟ اليابان او كوكب اليابان، هناك عندهم افكار شويه بتبقى دايما بره الصندوق، وبتحس كده اللي هي الحاجات دي بيجيبوها منين او بيفكروا فيها ازاي. في اليابان كده فكروا فجاه ان هم لقوا ان في من كتر ضغوطات الحياه العمليه عندهم هناك بزياده، بدا ان يكون في شركات. بس ايه الشركات بقى دي اصلا؟ يعني ما طبيعي الشريف هيكون في شركات، لا الشركات دي بقى بتساعد الموظفين على الاستقاله. فطبعا انا وفاروق احنا بنعرف الموضوع ده كده وبنذاكر الحلقه كده يعني زي الطلاب الشطار قاعدين بنذاكر شغلنا، بنقول يعني ايه شركه بتساعد الموظف او يعني بتتكلم معاه في مواضيع الاستقاله. وخدنا الموضوع بضحك شويه، لكن لما برضو قعدنا نعمل شويه بحث كده عن الحياه في اليابان، لا ممكن تكون الحياه هناك فعلا فيها ضغوطات، في حالات كتير جدا بيتعرضوا لها للانتحار من كتر الضغوطات المهنيه في عملهم او في حياتهم الروتينيه، ولقوا ان لازم يكون في حل، فبدا ان يكون في فعلا شركات اتاسست علشان يساعدوا الموظفين على الاستقاله. فكانت فكره غريبة شوية، ويمكن احنا بنقعد نشوف ان كل الدول بيكون ليها ثقافات مختلفة وليها حياة مختلفة وروتين يومي وعدد ساعات مختلفة، فاكيد بيكون كل دولة ليها نظام مختلف او ليها طريقة مختلفة. ويمكن احنا دايما بنطلق على اليابان كوكب اليابان لان هم بحس ان هم دايما الناس في حتة لوحدهم بتفكير معين باساليب معينة بصناعات مختلفة في حاجات زي كده. انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ براحتهم. اصل هو مش قلنا عليهم كوكب يبقى براحتهم، عارف انت؟ ايوه بالظبط. اصل اقول لك على حاجه، الفكره في ايه؟ اصل الناس دي مهما قدمت استقالاتها ومهما يعني فاهم انت كان في طبعا ضغوطات وعندهم بعض الحاجات اللي بيعانوا منها يعني نفسيا، الا ان برضه هم في منطقه الى يعني لوحدهم الى حد ما متقدمين جدا، فلحد ما الناس هتوصل لهم في السنين الضوئيه دي باذن الله بالظبط يبقى هم لسه يعني هم مكملين يعني مش مريحين يعني. طبعا ده خلي بالكوا يخلينا نفكر، يخلينا نشوف ان الناس دي مش بتبطل شغل من الاخر، الناس دي شغاله يعني طول الوقت. ان هم يوصلوا لمرحله ان هو كل واحد يعني عايز يشوف مكتب او شركه علشان يخلص له الاوراق بتاعته او يجيب له حقوقه اللي هو يعني عايزها عشان خاطر هو عايز يستقيل من المكان بتاعه، ده وصل لمرحله وضغط نفسي غير طبيعي. وبيقول لك كمان من ضمن المعدلات العاليه جدا عندهم اللي داخله في الاكتئاب، اللي داخله ان كل واحد هوبا حصل له مشكله، ده بسبب الشغل. ها واليابان يعني اليابان عندنا هناك الموضوع متطور جدا. طيب هل احنا يعني ده صح؟ لا هو مش صح طول الوقت طبعا، تبقى انت مضغوط او شغال 24 ساعه والدنيا جايه على دماغك طول الوقت، ده مش صح. كل حاجه ليها وقتها وكل حاجه طبعا تحترم جدا ان انت بتأدي الواجب بتاعك او عملك بتديله حقه تالت ومتلت، ده مهم جدا. زي ما عندناش مدام عفاف، ما عندناش مدام كده، فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ اللي هو ايه جايبين شويه كوسه وبصل وحاجات كده ايه، فبن ايه بنسلي وقتنا، ما فيش الكلام ده. هو كل حاجه ان احنا عندنا كل حاجه بتدي حقها، لما تروح تخلص حاجه تدي حقها تلاقيها خلصت، لما تبقى عايز تشتغل في حاجه حتى لو مهنيه او شيء خاص بالحاجات بقى بتاعتنا اللي هي لا ما نقدرش نستغنى عنها، سواء كان العماله بقى داخله فيها النجاره بقى والميكانيكا والسباكه وكل حاجه من الحاجات دي كلها، لما بتلاقي ان عندك واحد حرفي محترم بيقول لك انا عايز كذا، انت بتقول يعني هاجي على نفسي شويه بس علشان هو شاطر. ايوه صح. على فكره الناس دي بتتخطف في اوروبا، بتمسك فيه بتمسك فيه بايدك واسنانك كمان. طبعا. فالناس دي في مصر هنا لما يشتغل والناس تتبسط من شغلها ايا كان مجال شغلك، اكيد واحد زي لو اتعامل معاه لقاه كويس هروح قايل لشريف، يا شريف بقول لك ايه انا عندي واحد بص عظمه حاجه كده جميله كده يعني تاخده وانت مطمن، هيقول لي طب هاتهولي اشتغل، وهوب يشتغل معاه، فيروح شريف بعته لحد تاني، يروح التالت ده بعته لحد رابع، فهي الدايره والعجله بتلف بنطاق ده. لان في عندنا الدعايه الخاصه شويه ان هي بالبلدي كده ان انت بتنقلها بالكلام، وهو ده بقى المنتشر دلوقتي بشكل كبير، يعني انك ازاي بقى عندك الثقه في المنتج ده او في الشخص ده
من خلال الراجل اللي هو القريب ليك، صاحبك او حد مقرب ليك، فانت بتاخد كلامه ثقه ان الحاجه دي انا هعملها وانا بغمض عينيا لان هو جربها فانا مطمن. صح، فاهمني؟ فالجزء الخاص بيهم ده دي حاجه ترجع لهم وحاجه مالناش دعوه بيها. بس طبعا ده يخلينا نفكر كتير يعني. بالظبط، اكيد ده بيفتح لنا مجالات مختلفه، ويمكن احنا دايما بنقول تبادل الثقافات ونعرف يكون عندنا معرفه ان دول العالم حوالينا كلها ايه اللي ممكن بيمروا بيه، ايه الظروف المحيطه، فمن خلال روتين يومهم. خلينا بس كده ناخد راي هنا معانا على التليفون في موضوعنا في الفقره دي. يا هنا ازيك؟ ازيكم، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ أهلاً. كله تمام يا هنا. بنتكلم عن، انت طبعا اكيد متابعه الحلقه، بنتكلم عن ان اليابان فجاه بقى فيها شركات بتساعد الموظفين على الاستقاله. ايه رايك في حاجه زي دي؟ شايفه الموضوع ده رايك فيه ايه؟ وهل شايفاه ممكن يكون موجود هنا في يوم؟ انا شايفه حاجه كويسه جدا، لان يعني دي حاجه مختلفه. كان طول الوقت الشركات الكبيره هي اللي بيبقى في شركات ثانيه بتساعد الشركات الكبيره ان هي تخيل الموظفين من غير ما الموظف ياخد اي حقوق ليه. حتى كان في فيلم مشهور هو اسمه اب ان ذا اير بتاع جورج كلوني، كان هي دي فكرته، ان هو شغال في شركه، الشركه دي وظيفتها ان هي تساعد الشركات الكبيره ان هي تفصل الموظفين وتمشيهم من غير ما الموظفين يكون ليهم اي حقوق. فانت لو مش بتذاكر كويس او لو مش عارف حقوقك كويس، فعلا حقك بيضيع، مع ان انت ممكن تبقى اشتغلت فتره طويله في الشركه. ففكره بقى ان يكون في حاجه بالعكس تماما، هي بتساعد الموظف الفرد اللي هو ممكن يكون لوحده كده غلبان يعني في مواجهه شركه او كده، ان هو يستقيل وان هو ياخد حقوقه، وان هو كمان ان يعني هي الاستقاله هي مش خناقه، يعني بالعكس هو ممكن يكون يعني يكون في مشاعر وديه، يكون في احترام، وكل حد ياخد حقوقه. وانا شايفه ان دي حاجه كويسه جدا. بس خلي بالك من حاجه بقى، يعني هم دلوقتي قبل الاستقاله هم واصلين لمرحله نفسيه مش كويسه، هم واصلين لاعلى مراحل الاكتئاب. يعني هي الاحصائيه اللي معانا بتقول ان هي من كتر ان هم مضغوطين جدا وواصلين لاعلى مرحله من انواع الاكتئاب، فهم بيلجأوا لمكاتب او لشركات ان هي تجيب لهم حقوقهم. فاهم الفكره؟ فانت مع اي اتجاه؟ يعني احنا مع الاتجاه اللي هو بيقول ان ده كوكب اليابان والطفره الحديثه والتكنولوجيه، ولا مع البني ادم والبشر اللي هو مش واخد باله من نفسه ومن صحته، اللي هو عباره عن ترس في مكنه شغاله على طول؟ هي اليابان برغم كل الطفره اللي عندهم طبعا، بس هم في يعني دراسات كتير قوي بتقول ان جزء كبير بيعاني من الاكتئاب بسبب ضغوطات العمل، وان هم فعلا من الشعوب الملتزمه جدا بالشغل. فلا، انا مع فكره، يعني انا جدا جدا مع فكره ان يكون في شركه تساعدني اعرف ايه حقوقي وايه واجباتي، ما برضو ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها وانا بستقيل. صح، انا شايفه ان دي فكره كويسه جدا، بحيث ان انا اقدر ان اخد حقي، وفي نفس الوقت المكان اللي انا اشتغل فيه ما بقاش انا ظلمته او حصل حق، يعني الموضوع يبقى منظم كده، يعني الموضوع يبقى منظم قانوني، وبعدين خد بالك عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. بالظبط. وبعدين في كتير مننا ما عندهمش القدره قوي على المواجهه، يعني هو ممكن يكون صح بقى له 4 سنين عايز يسيب الشغل ومش عارف يعني. بس يعني هل انت شايفه ان فعلا يعني هرد عليك، هل انت شايفه فعلا ان الواحد وهو بيستقيل بحس ان هو خلاص بايع القضيه بقى؟ يعني هو الموضوع ما فيهوش مواجهه، وانا كده كده انا جايب اخري، مش فأنا كل عايز امشي وخلاص. فاهمه؟ لا مش كله والله، مش كله، يعني في ناس فعلا بتبقى عندها القدره دي، وفي ناس بتحس ان هو يعني اي حد ممكن يقول لها كلمتين تلقى تتراجع. ايوه فاهم قصدك. طب هل انت شايفه ان ممكن يكون فكره الشركه اللي معموله في اليابان دي او الشركات اللي معموله دي، هل ممكن شايفه انها ممكن تتحقق هنا في مصر او في الدول العربيه او حوالينا؟ والله اتمنى، يعني انا بشوف دلوقتي في مثلا زملاء بيكون قبل الاستقاله بيسالوا محامين مثلا، ده بيبقى شكل شخصي او بشكل ودي، يعني شفت كذا حد عمل كده عشان حقوقه والعقود والحاجات اللي زي كده. بالظبط، لان كتير مننا برضو اول ما بيدخل شغل ما يعني بيقرا العقد مثلا، بيقرا ايه البند، مرتب، بند اجازات، ما بيركزش في الحاجات الثانيه يعني. ايوه صح، بس في بنود ثانيه مهمه ممكن تبقى انت مضيت عليها وانت مش واخد بالك، فده يبقى حق الشركه. يعني مثلا في بنود اللي هو مثلا المفروض قبل ما تسيب الشركه تعمل اللي هو 3 مانث بيريد نوتس، ان انت تقول ان انت هتمشي مثلا بعد 3 شهور او بعد 6 شهور، فدي نقطه مش كتير بياخدوا بالهم منها، فمش اللي هو طق في دماغي امشي النهارده انا همشي، مش حاجه اسمها كده. هو الطرفين المفروض يتم ابلاغك قبليها بشويه، يعني اقل حاجه شهرين. بالظبط كده، بالظبط كده. ففي حاجات زي دي ما بنبقاش واخدين بالنا منها قوي، يعني بالذات في اول الشغل ان احنا بنمضي عليها وان احنا بنعملها،
في طبعا بيوت كتير متعلقه بالاجازات، متعلقه بالتوقيت، متعلقه بحاجات كتير يعني. فاعتقد ان دي حاجه كويسه ان يكون في حاجه زي كده. وانا بقول لك انا شفت زمايلي كتير بيستعينوا ممكن بمحامي حتى لو بشكل ودي كده ان هم يفهموا منه هم المفروض يعني. شغاله في شركه او حاجه؟ اه شغاله في شركه. اه حاسس بتجي من قلبك قوي اللي هو مذاكره الموضوع ده عندها معاد قوي. اه ثقافه من النوع اللي هو انا عندي مشكله هنا فانا مثقفه نفسي كويس جدا هنا. حاجه زي كده مش لازم اه يعني عشان يحلي نفسي على الهواء. ايوه لا خلاص شكرا ليكي يا هنا نورتينا. نورتينا جدا. عايز اقول لك حاجه طبعا يعني مع احترامي الكامل والشديد لليابان، لكن في مصر هنا على فكره يعني هو لو احنا بنتكلم على الجزء الخاص بالعقود بين اللي بيشتغل يعني في اي مكان وبين كمان الشغل بتاعه ده شيء بيضمن حقك ايا كان هو، ففي ضمان لحقك. طيب صح. افترضنا ان انت مالكش اي حقوق خالص، افترضنا ان انت مش عامل عقد يا سيدي كمان، ايا كان الموضوع ايه برضه على فكره ده يعني مش هقول لك ان انت مش هتعرف تجيب حقك او مالكش مكتب عمل او مالكش اجراءات قضائيه، لا ليها اتجاهات مختلفة. وعلى فكرة اللي بيمشي ورا الموضوع شويتين ثلاثة بيجيب حقه، اللي بيحط حاجة في دماغه بيجيبها. يعني صح. ايه يعني مفيش حاجة قانونية او مفيش حاجة هي ممكن تطول شويتين ثلاثة لكن بتيجي في يوم من الايام ايا كان ايه هي. صح. بس بتكلم معاك ان في البعض نفسه طويل شويتين وفي البعض نفسه قصير، مش بيبقى عارف او ملم بالامور كلها. طبعا كلام هنا مهم جدا ان احنا ازاي نستعين بحد فاهم، حد صحيح. قانوني يوعينا، ومهم جدا برضو التوعيه في القصه دي ان احنا نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا. زي ما حضرتك بتاخد مني انا برضو لازم كمان الاقي المقابل بتاعي اللي يناسبني، ده مهم قوي. لكن ده لا يعني ان الترس اللي هو خاص بالياباني اللي جوه المكنه اللي شغال ده يوصلهم لمرحله الاكتئاب وان هم يدوروا على مكاتب ولا شركات تجيب لهم حقوقهم عشان خاطر يستقيلوا. احنا في مصر الموضوع او الدول العربيه عندنا امور متهيألي ايه يعني اهون من كده بكتير، مش بتوصل للمرحله دي الحمد لله. ربنا عدى خير يعني. يمكن احنا علشان طبيعه يعني يمكن طبيعه الجانب العربي كله عندنا حته العاطفه شويه. يعني عندنا حته العاطفه والدين ده ليها جانب كبير شوي. اللي ظابطنا كتير وزي ما في ناس كتير ممكن تكون بتراعي ده تلاقي في اقليه ممكن ما بتراعيش ده لكن بتلاقي ان فعلا زي ما انت قلت من الاخر ان يا جماعه اللي عنده حق هو مش بيروح بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ربنا موجود ومطلع على النفوس وبيبقى عارف ان كل واحد حقه فين ومطلع علينا كلنا. ففي الاول وفي الاخر عندك حق افضل وراه بالقانون وبالادب وبالذوق، وازاي تكون عارف انك ازاي ما تخسرش حقك وتستعين بخبرات خارجيه. ده مش عيب لان احنا كلنا عندنا خبرات مختلفه وبنحتاج اي حد يساعدنا مهما كنت انت وصلت لمناصب كبيره. ربنا يحفظنا جميعا وان شاء الله ما يكونش فيه استقالات ويكون فيه ترقيات وحاجات حلوه كده. انا عايز شغل، عايز شغل كتير. أيوة شغل كتير ده المهم، شغل كتير معاه فلوس كتير يعني. ان شاء الله ما نكونش شغل كتير بس بعد اذنك نوفر شغل كتير والدنيا تبقى زي الفل. استقالات ايه باذن الله. نفكر عايزين نبني ونعمر والدنيا تبقى حلوه باذن الله يا رب باذن الله. طيب بصوا بقى، دايما يقول لك ايه اصل انا عايز ابني يعتمد على نفسه. يا سيدي خليهم يعتمدوا على نفسهم، طبعا ده حال اي راجل لمراته او مرات او اي حد يعني زوجته لزوجها. تقول لك خليه يعتمد على نفسه، هو احنا هنفضل طول الوقت نعمل له كل حاجه؟ هنفضل نعمل لها كل حاجه؟ طبعا في وقت معين مهم جدا نعمل فيها بعض الاشياء، واوقات تانية لازم ايه نقللها شويه ويعتمدوا فعلا على نفسهم. ليه؟ لان احنا دخلنا في مرحله كارثيه شويتين ثلاثه وهي مرحله التكنولوجيا والطفره الحديثه اللي احنا فيها دي من الموبايلات بقى ووسائل المتعدده والسوشيال ميديا وخلافه، يعني بيخليهم دايما هم مطلعين اكتر شويه وفي حته لوحدهم وفي جنب لوحدهم. ده غير كمان طبعا ان احنا بنحاول نخليهم يعتمدوا على نفسهم، لان احنا عايزين الاطفال او اللي هم المرحله اللي هي في سن المراهقه شويتين ثلاثه دول اللي هو السن الاصغر ده يبتدي يعتمد على نفسه، وازاي كمان يعرف يظبط دماغه في يوم من الايام ان هو يكون مواكب لسوق العمل. ده مهم قوي. الفقره اللي جايه فقره هامه جدا لكل الاباء ولكل الامهات ان شاء الله يعني تفيدكم باذن الله مع مبادره هامه جدا، وهي مبادره خليهم يعتمدوا على نفسهم واللي خاصه بالاطفال يعني والشباب الصغير. خليكم معانا. طيب زي
ما احنا كنا بنتكلم في بداية الحلقة ان فعلا احنا بنشوف حاجات كتير النهاردة في الاجيال اللي طالعة ممكن تكون كارثية، او احنا ما تربناش عليها او ما طلعناش عليها، وقلنا التكنولوجيا دي بدأت تكون بتسبب أزمة شوية للأطفال أو أعمار معينة في تكوين الشخصية في الفكر. يا ترى بيشوفوا إيه؟ يا ترى بيكونوا معتمدين على نفسهم ولا خلاص بقى السوشيال ميديا والتكنولوجي حواليهم بدأت إنها تخليهم قاعدين عندهم حالة كسل، مش عايزين مثلا يتمرنوا، مش عايزين يعتمدوا على نفسهم في حاجات كتير، وبدأنا إن إحنا نشوف منهم في أجيال كتير مش عارفة تعتمد على نفسها في أي حاجة، ولو تعرضوا لأي موقف كده بس في الشارع حتى لو هم سنهم صغير موقف بسيط ما بيعرفوش يعني ان هم يتصرفوا. فطبعا معانا امهات بقى شابات قرروا ان هم من الموضوع ده ان هم يخرجوا بره الصندوق ويعملوا مبادره اسمها خليهم يعتمدوا على نفسهم، وهي اسم على مسمى ومهم جدا. مش هتكلم كتير وخليني اعرف منهم اكتر فكره جات لهم ازاي، ويا ترى عانوا من ايه، ويا ترى احنا كمان هنتعلم من ايه اللي لسه ما اتجوزش وخلف زي حالاتي عشان اعرف الموضوع يكون ماشي ازاي. خليني ارحب معاكم نسمه مدحت وهبه عزت. ازيك يا نسمه؟ ازيك؟ ازيك يا هبه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. منورينا طبعا، وحابب اعرف منكم كده اشوف مين عايز يبدا مع الكلام. الموضوع ده جالكم ازاي؟ ايه اللي حصل علشان تجيلكم الفكره دي؟ بص هحكي لك الموضوع. انا وهبه نعرف بعض من ايام الجامعه. اوكي. اوكي. انا عندي بنوتي عندها 11 سنه. ان شاء الله ربنا يخليك. وهبه عندها ولدين 10 و12. ربنا يكون في عونك. انا ربنا خالص بقى. ولد، وانا عارف تربيه الولاد عامله ازاي. ولدين. فرق. قادره احكي لك الموضوع عامل ازاي. فانا عندي جميله بترسم، فنانه بوهيميه تفعل ما يحلو لها. اوكي حلو. بترسم بقى على كل حاجه وعلى اي حاجه، فمن وهي صغيره قوي. ماشيه بالبياضي انت كل ثلاث دقايق. لا ما بقى خلاص بقى، احنا كلنا بوهيميين مع بعض في البيت. بقى متحف. حلو جدا. عيسوي. متحف الفنان عيسوي، احنا قاعدين في البيت كده عادي. ماشي. فالجميله بترسم على حاجات كتير، وانا بدات معاها من سنتين، من وهي عندها 9 سنين بعمل لها السمر بروجكت بتاعها. حلو قوي. فبقينا بنرسم على تي شيرتس وعلى لبس وعلى حاجات كده ونبيعهم اونلاين طبعا لاصحابنا غصب يعني وتدار. تمام. مش مشكله، كلنا في البروجكت ساعتنا بنعمل كده مفيش حاجه. وبعدين بدات ترسم بقى على خشب تريز وكوسترز وحاجات كده. حلو. ولاد هبه واحد بيزنس مان، يعني تعد صوابع ايدك بعد ما تسلم عليه عشان هيبيعك اي حاجه عادي ويشتريها منك. مفيش حاجه. مش ده الصغير ولا الكبير؟ الصغير. الصغير. اصل انا الصغير برضو عندي الحته دي. رهيب. ايوه. بجد. والتاني هو بقى مع الحيوانات، يعني هو في حته ثانيه. فده تساله على اي حاجه مش رابين عندهم شوجر جلايدر وسمك وعصافير. وشوجر جلايدر ده السنجاب المجنن. ايوه عارفه. حاجه كده غريبه، حاجات الترندي الجديده اللي طالعه غريبه يعني. كده. فده يعني هي بقى بتخليه يعمل حاجات ديزاينز مش عارفه ايه برضو. ماشي. المهم انا وهبه كان عندها فكره، نص الفكره وانا عندي نص الفكره، قعدنا احنا الاثنين اتكلمنا مع بعض من سنه، وبدانا نقول ان الموضوع يطلع ازاي شكله. يعني نقدر نقول المبادره بقى لها سنه. مبادرة بقالها سنة. حلوة. الفكرة. التحضيرات. ماشي. بدأت من شهر 4 لأول إيفنت اللي هو أول بازار اللي كان من 10 أيام. أوكي؟ حلو قوي. فاللي عملناه إيه؟ إنه الموضوع إحنا عايزين ولادنا زي ما أنت بتقول كده قاعدين على السوشيال ميديا طبعًا، مفيش حاجة. أنا بنتي ما كانش عندها السوشيال ميديا لسه، منزلها لها السنة دي. ماشي. تشوف أي حاجة من عندي. بس بنحاول بقى إن إحنا نخلي الوقت بتاعهم إلى حد ما. أي حاجة من عندك. على موبايلك. عايزه تيك توك، عايزين نعمل ترندز، عايزين نعمل مش عارفه ايه، نفتح من عندي تيك توك. من وهي صغيره كنا احنا متفقين على الموضوع ده، ان هي ما يبقاش القصه مفتوحه، لان كل اصحابها من وهم صغيرين وهم معاهم سوشيال ميديا بلاتفورمز بقى وايفنتس وفيسبوك وانستجرام كل حاجه ممكن تتخيل. فانا اتكلمت معاها اكتر من مره ان احنا مش هننزل ده. ليه؟ علشان احنا في سن محدد هو اللي انت الاود فيه ان انت تنزلي السوشيال ميديا، عشان ما يحصلش اي حاجه تانية منها، انه في بيبقى ابيوز في، ان انت لو حطيتي حاجه ما جالكيش لايكس فهيجي لك ديبرشن. وكان في بقى كذا دوكيومنتري عن القصه دي، قعدت شرحت لها، باخد انا وقت كتير قوي في ان انا اقعد اشرح الحاجات دي معاها. فكان اي حاجه عايز تعملها، عايز تعمل تيك توك، عايزين نرقص يا مامي مش عارفه ايه، عايزين نعمل ايه، بنعمل ده من عندي وننزله عندي. لحد دي اول سنه انزل لها سوشيال ميديا. بس استل انت عايز تخلي الاجازه بالنسبه لها حاجه مفيده، والانتاج بتاعها ده تحس ان الموضوع متقدر. فبدا الموضوع بقى ان احنا نوصل ان هو يبقى ليه شكل المبادره كامله. ليه
كذا جزء بقى اللي ممكن هبه تشرح لك هم ايه. طيب. وكمان بس كان حصل موقف كده مع ابني الصغير. انا لسه كنت هقول لك ايه اللي حصل معاكي علشان يعني انا حسيت المعاناه عندك فاهمه يعني راحت لنسمه كمان من الموضوع. هو حبيبي كان بيجمع مصروفه حلو. وبيروح يشتري بيه حاجات الصغير الصغير اوكي بيروح يشتري بيه حاجات حلويات وكده وبعدين قرر يروح يبيعها في المدرسه بس جنب الكانتين يعني هو كان بيضرب في الكانتين بيشوف مثلا حاجه بتتباع في الكانتين بكام 10 سنين وبيقللها جنيه يعني عن الكانتين لا يعني مثلا الكيس بتاع الحاجه ب 10 هو بيبيع بتسعه بتسعه بس جنب الكانتين فابتدى ايه فتقفش هو انا في الاول طبعا انا قلت له هو يعني انا سبته يعمل الموضوع ده بس قلت له انت بتعمل حاجه صح بس في مكان غلط فهو اتقفش وقلت له خلاص حبيبي احنا هنعمل لك حاجه يعني هنظبطك بس وكانت فكره بقى ان احنا نعمل بازار ايفنت علشان ينمي فيه بس الحته دي لان هو اوريدي بيحب قصه البيع والشراء وكده فده البدايه بس من ولادنا بعدها المبادره عباره عن ايه بقى خلينا اشرح لك عن المبادره اكتر المبادره مش بس بازار المبادره ان ولادنا كلهم المنتجين اللي عندهم حاجه بيعملوها بايديهم سواء كانت الحاجه دي بقى اكسسوارز كانت تي شيرتس كانت كوسترز كانت اي حاجه بتتعمل بايديهم وولادنا كتير قوي شطار بيعملوا حاجات بايديهم حلو ان احنا نديهم مساحه انه يبقوا عاملين زي سمول بروجكت في مكان فهما واقفين احنا بندي اكسبيرينس ان هو معتمد على ان هو واقف في مكان بيدسبلاي حاجته ازاي عنده ديدلاين عشان يبقى عنده برودكتس اصلا ان هو يبيعها هيسعر هياخد باقي هيطلع فلوس هيعرف نفسه للناس هيبيع ازاي فاحنا ادينا للولاد اول بازار متخصص للمنتجات بتاعتهم فكل واحد فيهم هو اكزيبيتور هو واقف طيب. بيبيع حاجته ده حلو قوي بقى انا عندي فضول اعرف يعني هل الاطفال يعني كان تفاعلهم معاكم عامل ازاي ما انا عايز اعرف بقى هنا كانوا هايلين في اطفال كتير جم الموضوع احنا يعني اول لما اعلنا عن البازار قفلنا العدد كان قفلنا العدد واحنا ما كناش متخيلين اصلا ان احنا هنجيب العدد ده وناس كتيره زعلانة مننا ان هم ما خدناش ولادهم مبدئين الولاد ابتدوا يشتغلوا عملوا زي كامب كده ان هم ما بيناموش عشان في وقت معين في ديدلاين لازم يطلعوا فيه عدد من البرودكتس ان هم يبيعوهم حلو بلس بقى ابتدوا يفكروا في حاجات ماركتنج ابتدوا يعملوا باكجينج يعني قبل الايفنت بيومين كده ابتدينا نقول لهم حاولوا تعملوا بقى حاجات ريلز او فيديوز على لا ابهرونا من الحاجات اللي كانوا بيعملوها افكار خطيره سؤال بقى ابنك هل ضرب في البازار برضه وباع حاجات اقل؟ حاجه جميله جدا في البازار انا عايز اعرف مبهر بقى بس لا موضوع الكانتين ده انا مش هنساه انا هقول لك ابني عمل ايه في البازار؟ عمل ايه؟ يعني هو ابني الكبير مبدئيا قعد عمل ديزاينز الستيكرز ليها علاقه بالحيوانات اللي هو بيحبها حلو جدا وكان معايا كمان ابن اخويا فابتدوا يعملوا شيكس وجوس مشاريب ومشاريب حاجات يبيعوها حلو فابني الصغير جاب التكه كده يعني قال لك ايه؟ انا هبيع ميه بجد الناس هتبقى عطشانه الجو حر فانا ده هبيع انجح حاجه في اي حته هم قاعدين يا حبايبي هم قاعدين يهروا يعني هم قعدوا عملوا مجهود بقى وبتاع هو جاب ميه وحاطط في جردل وفي تلج وعادي اكتر واحد بيع صح؟ طبعا اكتر واحد بيع منهم بيعدي جنبك يقول لك انت شكلك عطشان انت خلصت ازازه الميه؟ لا هو يقول لي هو ثانيه بعدين يروح عند الامهات ابنك شكله عطشان فبيحسسها بالذنب بجد لا هو متابع مين خلص فعلا ميته ولا مين لا كان عامل مراقب الناس ما فيش حاجه ما شاء الله هو يعني هو عايز بقى باع لكم انتوا طيب ولا ما باع لكمش؟ باع لنا ده يعني وما كانش معايا فلوس فكه يومها يعني ما هو ماليش دعوه لا لا اديتها له بعدين طب وكان مسعرها تمام ولا كان ما هو مش واخد بروفيت يعني كبير بس تمام بس لو قدر ان هو يطلع قدر هو عاوز بقى ايفنت تاني على الاقل اللي صرفه جابه جايبه الحمد لله هو عايز ايفنت تاني بقى علشان يزود عدد الكراتين المايه لا يعني عشان خلص بدري يعني يعني بصي هي فكره يعني فكره حلوه قوي وحلو ان كمان ان انتوا يعني موضوع بازار ان هم يقفوا في تنظيم بس هو كان في حاجه تانية واقف على البازار أيوة انا بقى عايزه اكمل لك بقى ما انا لسه كنت جاي لك تنظيم تنظيم وتعاملوا مع نقدر نقول مع جمهور او مع ناس من سنهم وناس كبيره طبعا اهالي الاولاد اللي جم كنت لسه هقول لك بقى ايه اللي بعد كده يعني احنا قلنا بعد ما بيعملوا إيه البازار بيعرضوا الشغل بتاعهم انت بتديهم اكسبيرينس زي ما قلت لك كل واحد اصلا من الولاد بيطلع يعرف نفسه في بدايه الايفنت معانا الصوره اهو انت بتقولي علشان نبقى برضو عارفين هو ولادي هم ولادنا دي بنتي ودول ولادي سيف وجميله وانس وزين ما شاء الله ربنا يحفظهم لكم يا رب يا رب بعدها بقى بيعملوا ايه بنتي ايوه حبيبتي حبيبه امها
بعدها الولاد كانوا بيطلعوا يعملوا برزنتيشن، كل واحد يعرف نفسه. قصه ان انت تطلع وانت في سن صغير طبعا مايك قدام كل الناس وتقول انت اسمك ايه وبتعمل ايه وبتعمله ليه وانت تيبل نمبر كام عشان يجي لك الباقيين، فكلهم كانوا بيشجعوا بعض. فاول حاجه انت اصلا عايز تخلي في ثقه في دي حاجه دي حاجه عظيمه. يعني انا قاعد قدامك اهو كمذيع، لو انت هتقولي على السن بتاع 10 سنين و12 سنه والحاجات دي انا راح استخبى ورا اهلي يعني مش هتكلم. هما في اول اليوم فعلا كانوا متوترين جدا بس وعلى اخر اليوم كانوا منطلقين وبيتكلموا، لانه عملنا اكتيفيتيز على مدار اليوم. وزي ما بقول لك بنعلمهم ان هم يعرضوا حاجتهم، ومش بس بنقف هنا. سالي شاهين سالي شاهين كانت الجست اوف اونر، حلوه جميله يعني بعولها لنا بجد اشتريت من كل الناس. يعني قولي قولي تفاصيل ان هي جت وايه اللي حصل. هي خطيره. سالي صاحبتي واحنا علاقتنا كويسه جدا. فاول ما قلت لها هي كانت مش اكسايتد، يعني سالي انت فاهمه ما بتطلعش من الكوكب الثاني، فان هي جينا وسط البلد الايفنت ده كان موضوع كبير. جت وسلمت على كل الولاد ولفت عليهم كلهم واشترت من ثلاث ارباعهم تقريبا. اوكي حلو جدا. جميله برضو بنتي اشترت لنا، هي اشترت بجد من كل الولاد. ووقفت هي كمان في المايك شجعتهم جدا على ان هم واخدين اصلا الخطوه ان هم يجوا بحاجاتهم ويعرضوها ويتكلموا عن نفسهم وكل الحاجات دي. حلو. الخطوه اللي بعد كده بقى ان احنا بنقدم للولاد كلهم ديسكاونتد وركشوبس. ليه؟ علشان يطوروا المنتجات بتاعتهم. انا عايزه البازار الجاي او الايفنت الجاي الشغل بتاعهم يبقى احلى، لان انت لو بتعمل حاجه ممكن جدا الفينشنج يبقى لسه مش مظبوط. بالظبط. ممكن تتعلم حاجه، دي اهم حاجه احلى. في ولاد ما كانوش عارفين هما بيحبوا ايه. يعني في ولاد يعني عايزين ينزلوا عايزين ينزلوا يبيعوا حاجه زي مثلا اخواتهم وقرايبهم، بس في نفس الوقت هما مش عارفين هما ممكن يعملوا ايه. فالورك شوبس بقى كانت هتساعدهم، نديهم مساحه لده. الورك شوبس هي المرحله اللي بعدها عشان الايفنت اللي جاي كمان نتطور، فيبقى الموضوع. الورك شوبس يعني هل انت مثلا كنت بتستعينوا بناس متخصصه في حاجات معينه ولا طبعًا. يعني يعني عرفيني برضه. مش في يومها، مش في كان يوم. كان في حاجات لايف ورك شوب في يومها، بس دي كانت لكونتنت كرييشن مثلا. انت عارف كل الولاد عايزين يبقوا انفلونسرز دلوقتي وبلوجرز كده، فكنا جايبين ايجنسي متخصصه علمتهم الكونتنت كرييشن وخلتهم يعملوا كاميرا تيست. حلو. وجبنا ناس يلعبوهم رياضه عشان الانرجي ويطلعوا ويلعبوا وحاجات كده. الحاجات دي حصلت على كام يوم؟ لا ده يوم واحد. يوم ما شاء الله. ايوه ده كان كام ساعه اليوم؟ منت. بدانا من الساعه 2 للساعه 9. منت. بداتوا من الساعه كام؟ من 2 ل 9. ما شاء الله. بس ده اليوم يعني كان نقدر نقول جدا. وهم على اخر اليوم بقوا كلهم اصحاب، الولاد كلهم بقوا اصحاب، كلهم بيلعبوا مع بعض وكلهم مشجعين بعض. ف ما انا بقول لك هي كانت اكسبيرينس. هو انا مش هدفي بيع وشراء ان هنكون ثروه، انا عايزه اديهم اكسبيرينس حلو جدا قويه. وكمان عايزه اقول لك اللي كانوا معانا في التنظيم في اليوم ده كانوا فولنتيرز سنهم اللي هو 15 16. حلو جدا. هم متطوعين. يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع كان كله بيرفكت جدا. كمان الايدج ان هو كلها سن يعني تقولي 10 سنين و12 سنه، وفولنتيرز كمان اللي هم الاورجنايزرز 15 سنه او 16 سنه. فده حلو جدا. طيب هيبقى الايام اللي جايه يعني انتوا عايزين بقى تعملوا ايه؟ ايه اللي احنا نقدر نقول ان المبادره دي هتعمل حاجه جديده او مستمرين ازاي؟ عايز اعرف. مبدئيا هو احنا لازم نعمل سكند اديشن بسرعه جدا، لان الولاد كلهم بيزنوا علينا. يعني هم هتستغلوا فتره الصيف برضه ان احنا يعني في طبعا بقى دلوقتي الورك شوبس اللي احنا عاملينها ديسكاونت ورك شوبس تبقى الفتره اللي جايه علشان الولاد ياخدوا البرودكت حتى اللي هيعملوها او الحاجات اللي هيتعلموها في الورك شوبس دي وينزلوا بيها في الايفنت اللي بعديه. وبنحاول نعمل كولابوريشن مع اماكن بحيث ان الولاد الكبار شويه ينزلوا تريننج مثلا في وقت الصيف. حلو جدا. بحيث حلو ان هم ينزلوا يحتكوا بقى بال يعني مواعيد سوق العمل يعني يشوف ينزل 15 16 سنه. سن كبير شويه. حلو جدا. بصوا يعني انا عايز اقول لكم ان الفكره فكره عظيمه جدا جدا ونقدر نقول ان هو فعلا اتجاه حلو. ان احنا النهارده بنقول ان اي حد بنشوفه ناجح في حياته ملتزم متحمل المسؤوليه بندعي دايما لاهله. بندعي ان احنا نقول الله هو ده يا باشا في بيت في حاجه حلوه جدا خرج منها. لا بجد بكلمكم بجد. فانا بحييكم
بحييكم بجد والله العظيم على الفكره العظيمه دي، ونتمنى طبعا ان هي نشوفها يعني في كل مصر وفي كل المحافظات. هو احنا ناس كتيره قوي بيبعتوا لنا من محافظات كتيره ان هم عايزيننا بالظبط، يعني ربنا يقدركم طبعا. هو خلي بالك ان احنا التيم، احنا ايوه بالظبط ما انا عارف. بس يعني بدايتكم موفقه وجميله، وحابب اشكركم واقول لكم ان انتم نورتونا، وباذن الله كده يعني نفضل ان احنا على تواصل دايما معاكم هنا في برنامج ان بوكس، ونقدر نعرف ايه كل هتجيلنا الجزء الجاي. اجي ابعتوا لي دعوه بس على طول وانا هاجي. قولي لي امتى الانفيتيشن وانا انا جاهز، انا ما عنديش اي مشكله خالص. شكرا ليك يا هبه، وشكرا ليك يا نسمه، ونتمنى لكم ان شاء الله كده نجاح. يا جماعه انا عجباني جدا 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 الفكره، لان هي في الاول او في الاخر كل حاجه بتيجي من البيت وبتيجي من اساس الاب والام. فتحيه لكل ام بتفكر كده دايما بره الصندوق وبتتعب بجد علشان تخرج لنا ناس فعلا تكون مهمه وذات شان في المجتمع. فيعني نتمنى كده ان كل الناس تقدر ان هي تبذل اقصى مجهودها، وتحيه ليكم جميعا. لسه هنكمل معاكم وباقي فقراتنا بقى، وبعد الفاصل الفقره القانونيه المستشار احمد فوزي حجازي، ونتكلم معاه عن طبعا كل اسئلتكم اللي انتوا بتبعتوها لنا على السوشيال ميديا، وكمان هنستنى مداخلاتكم معانا بس بعد الفاصل. طيب ولسه بنكمل معاكم بقيه فقراتنا وفقرتنا المعتاده معاكم الاسبوعيه الفقره القانونيه مع المستشار احمد فوزي. وطبعا يعني لسه كمان بنستكمل بقيه يعني موضوعاتنا من الاسابيع اللي فاتت، وهي عن حضراتكم، عن الاسئله اللي بتجينا من خلال صفحتنا الخاصه بينا يعني على الفيسبوك، وايضا من خلال المكالمات. ويمكن بعض الاسئله دي بتكون حلوة ليه؟ لأن هي بتلاقي برضو عند أصحابنا وعند السادة المشاهدين يعني أجوبة لبعض الأسئلة اللي ممكن يعني بتدور في أذهانهم، فده شيء بيكون حلو جدا. يا أستاذ أحمد أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله، منورنا كالعادة. ميرسي يا فندم. كله بخير؟ كله بخير. طيب أستاذ أحمد، يمكن إحنا في سؤال، السؤال ده كنا إحنا تطرقنا ليه إلى حد ما الأسبوع اللي فات يعني، وما اتكلمناش عنه باستفاضة يعني أو عن بعض الإجراءات الخاصة بيه، ولقينا أن برضو لما نزلت الحلقة لقينا أن البعض برضو بيتكلم عليها، وهي عن أعمل إيه لو أنا ممكن دخلت في المنطقة دي وما لقيتش أن أنا يعني حقي ما أخدتوش بالكامل. والسؤال بيدور يعني في منطقة الشقق أو الإسكان أو الخاصة يعني بالمطور العقاري. وأول سؤال معنا بيقول: أنا اشتريت شقة بالتقسيط من 3 سنين، وعند بقى إيه ميعاد التسليم لم تقوم الشركة بالتسليم في الميعاد المحدد، وأنا امتنعت عن دفع الأقساط من تاريخ ميعاد التسليم، والشركة بعت ليها إنذار بالدفع أو فسخ العقد، أعمل إيه؟ شوف دي طبعا دي مشكلة لطيفة جدا بتقابلنا، اني بعض الشركات بتتعثر لاسباب كتير، لاسباب كتير. ممكن في بعض الشركات بيبقى فعلا عندها تعثر بشكل حقيقي، مش بتدلع او ما بت لا بيبقى عندها عقبات في حاجه ووقفت غصب عنها. تمام. وفي شركات ما بتبقاش عندها حاجه وبتدلع. المهم انت النهارده القانون قال لك ايه؟ انا النهارده هذا العقد عقد اسمه عقد ملزم للطرفين او عقد ما بين طرفين، يعني انا عليا التزام وحضرتك عليك التزام. التزامي انك انت تبني لي الوحده دي وتسلمهاني في الميعاد اللي انت شفته واللي انت ارتقيته انه هيبقى ده الميعاد المناسب، الميعاد المحدد داخل العقد بالظبط. وزائد ده كل الشركات النهارده بتحط لنفسها فترة سماح بعد هذه المدة. مظبوط. في بعض الشركات تحط 6 شهور، وفي بعض الشركات تحط سنة وسنة ونص كمان، وقرب السنتين دلوقتي يعني أنا 18 شهر. في يعني ده موجود. طيب خلينا نتفق على حاجة، إنه لو أنت حضرتك الشركة حطت لك شرط مهلة 6 شهور سنة 18 شهر، أنت ملزم تنتظر فيهم، إنك أنت اتفقت اتفاق ما بينك وما بين الشركة إنك أنت تديها مهلة بعد مهلة التسليم. إحنا بنقول التسليم في 1/7/2023. تمام. جه 1/7/2023 ما سلمتنيش، العقد بيقول ايه؟ ومن حق الشركه في مهله 12 شهر. انا ما اقدرش اتوقف
واحبس التزاماتي الماليه. خلينا نوضح هنقول ايه. زي ما كلنا عارفين بنبقى ان انا عليا اقساط لغايه ما استلم الشقه او الفيلا او الوحده اللي انا هاخدها ايا كانت، وبعديها كمان بيبقى فيه لسه اقساط. يعني دايما يقول لك ايه، اقساط على 7 سنين تمام، واحنا هنسلم بعد 3 سنين، فهو لسه فاضل له 4 سنين بعد اعاده تسليم اقساط. طيب هو النهارده جه بيسدد اقساطه بالتساوي، ماشي، الدفعات بتاعته بيسدد دفعات شهريه ربع سنه، هي بتبقى اغلبها ربع سنوي. اه تمام، بيسددها في مواعيدها القانونيه. جه 1/7 الشركه ما سلمتهوش، ما يقدرش يمتنع. هنا الشركه بتبلغ ده بشكل شفهي بشكل ودي، ولا هنا الموضوع بيلجا خلاص اوتوماتيك بيقول انا هستفيد من البند ده او من الماده دي الخاصه بالعقد اللي بيني وبين حضرتك يعني، وهزود المده اللي هي فتره السماح؟ لا، هو الشركه ما بتقولش في الغالب. الاعم، وحتى من ناحيه قانونيه هي ما دام انت ارتقيت انك او انت اتفقت معاها على اني انا لو ما سلمتش في 1/7 من حقي 12 شهر او الرقم اللي انتوا اتفقتوا عليه. طب استاذ احمد معلش هنكمل الجزئيه دي، لكن معانا محمد على التليفون. الو استاذ محمد. الو. الو. ايوه استاذ محمد اتفضل. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا وبحب اتفرج على البرنامج جدا. ده شرف لينا كلنا. تسلم لي يا محمد اتفضل. انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي 15 سنه في مدرسه انترناشونال. عندك 15 سنه، طيب انت ايه سؤالك يا محمد؟ صغير قول لي. كنت بس عايز اوجه بس سؤال استاذ المستشار الاستاذ احمد فوزي. معاك اتفضل. كنت بس كان في ناس جيران هنا يعني لما بتقدم على شقه بيطلبوا منهم ورق، كل ما يطلبوا منهم ورق بيودوه، بس يعني ايه الشقه ما بتجيلهمش، وبيعملوا تظلم كذا مره. لا تاني وضح اكتر. يعني بص، يعني الناس دي عملت تظلم وما نفعش، ورجعت عملت تظلم ونفع، وبعد كده طلبوا منهم ورق ودوه وقالوا لهم برضك الشقه مش هتيجي. دي بقى لا تظلم في ايه يا محمد؟ معلش ازيك يا محمد؟ لا هم بصوا يعني الناس دي قدمت على شقه تمام تبع الاسكان يعني، ولا شقه تبع شركه خاصه؟ لا تبع الاسكان. تمام. او يعني والاسكان ما ادوهمش الشقه؟ الاسكان ما ادوهمش الشقه، يعني عملوا تظلم مرتين. تمام. والورق حاضر. الورق اللي يعني كل ما يطلبوا منهم ورق يودوه. حاضر يا محمد. البنك ولا البنك صح كده؟ البنك احنا يعني جد يعني هم قالوا لنا ان احنا استفدنا قبل كده، بس احنا ما استفدناش، وجبنا ورق من البنك يثبت ان انتم ما استفدتوش. يعني المشكله كلها مع البنك. تمام ماشي يا محمد، شكرا جدا. تمام، انا بس كنت عايز اقول لحضرتك ان انا مؤذن مسجد، وكنت عايز بس اسمع صوتك على الهواء. عايز ايه؟ اسمع صوتي لحضرتك على الهواء. صوتك انت بتغني كويس؟ لا انا قارئ قران يعني. طيب عظيم جدا. طيب بص يا محمد اقول لك على حاجه، معلش عشان الفقره دي واخده اطار معين، خلينا بكره مع بعض كده على الهوا اهو، كلمنا بكره في اول ساعه ان شاء الله من اول 6:30 كده، واعمل اللي انت عايزه، نسمع القران بتاعك على الهوا ان شاء الله. ممكن؟ طب ممكن اكون معاك على البرنامج؟ ممكن ايه؟ اكون معاك في البرنامج يعني؟ بكره نسمع صوتك وان شاء الله تكون موجود معانا في البرنامج باذن الله، بس خطوه حلوه اهي، تكلمنا على الهوا نسمع صوتك كده ونسمع الناس، والخطوه اللي بعديها تكون معانا على الهوا ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا محمد، نورتنا. صغير وبرده عنده تساؤلات كويسه. ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. شوف بالنسبه له او بالنسبه للسؤال اللي هو بيسال عنه، اكيد في حاجه يعني، اكيد في ان هو مقدم على حاجه المفروض ما كانش ياخد، وعندهم على يعني الاجهزه مرتبطه بالعيله عنده او باهله او هتلاقيها. هو لو يعني فعلا زي ما بيقول هو ما خدش اي واحده من الوحدات قبل كده، من حقه بقى يروح يتظلم ويشوف، لان واضح انه بيقول انا تظلمت واترفض. بيتظلم يعني في حاجه قانونيه، بس هو مش هيمنعوه، يعني مش هيمنعوه انه ياخد الا اذا كان في حاجه، فما نقدرش حتى الموضوع ده مش قانوني، يعني ده الدوله فاتحه. يعمل ايه الاجراء اللي ممكن يعني يعمله؟ لا لو هو صاحب حق يقدم طلب رسمي ويعرف ايه سبب ده، ويصعد الامر للجهات العليا اللي هي رئيس مجلس اداره البنك، يبعت له الطلب يقول له انا ما خدتش وكده، هيبحثوا عنه يعني. فيعني انا مش عارف منه، مش فاهم منه ابعاد ايه، وحته يعني اصلا مش قانونيه، هي اجرائيه اكتر.
يعني ازاي التعامل مع البنوك، هو مقدم على وحده في انهي مشروع، المشروع طالب مين يتقدم بالزبط. هل هم الشباب ولا الاسر ولا حديثي التخرج ولا ما كل مشروع ليها شروط محدده مش ليها. كل مشروع ليه اكيد شروط فممكن اكيد في شرط يعني ما ينطبقش لو عليه. وصلت يا محمد لاخر الموضوع يعني لسقفه ففي اجراءات اخرى حتى لو ممكن تروح وزاره الاسكان، خلي بالك يعني الموضوع هنا ممكن يبقى ليه برضو اجراء تاني يعني ممكن يتاخد، لكن اعرف المشكله منين بالظبط. يمكن في مشكله انتوا واقعين فيها او انتوا مش عارفينها ومش عارفين تحلوها، فحاولوا توصلوا هو ايه المانع في القصه دي بالظبط. طيب نستكمل مره اخرى استاذ احمد، بقيت احنا كنا بنتكلم فيه ان الشخص النهارده اللي هو يجي 1/7/2023 وما استلمش هيضطر يلتزم بسداد الاقساط عليه طول مده المهله اللي ممنوحه. يعني احنا لو منحنا كنا في العقد او الاتفاق اللي بيننا كنا منحنا بعضنا 12 شهر هو ملزم يسدد. طب نيجي بقى ب1/7/24 اللي عدى الشهر خلص السماح دول من حقي بقى في اللحظه دي اروح بعت له انذار اقول له انا بحبس الاقساط اللي ليك عندي تمام، لاني انا اوفيت لغايه التاريخ ده بكل الالتزامات اللي عليا. طب يا استاذ احمد هيجي يقول لك انت ليك حق او ليك شرط جزائي انك عن كل شهر انا بتاخر فيه ليك نسبه ما بتكون بتاخدها او بتخصم من قيمه الدفعه المقبله. تمام، ده بلس الشرط الجزائي. الاثنين مع بعض. توقف. بس بتبقى معلش هنا الشرط الجزائي ده بيتاخد يعني باجراء قضائي او باجراء قانوني. الشرط الجزائي برضو فيه نقطه كويس انك قلت الحته دي. ناس كتير بتتخيل ان الشرط الجزائي ما يبداش يعد عليك المده الا من يوم ما تطالب بيه. يعني سعادتك قعدت سنتين وما طالبتش بيه وما بعتش انذار تقول له انا بطالب بالشرط الجزائي ده وعايزه يتحقق، انت القاضي مش هيحكم لك الا من يوم ما طالبت. حضرتك إيه؟ متساهل فيها او إيه؟ انت كنت متساهل لكن من يوم ما تطالب. في ناس بتتخيل ان هو هيبدا بعد سنتين يطالب وياخد باثر رجعي. لا، يبقى حضرتك قدامك امر تطلب اولا توقف تبعت له انذار تقول له انا بحبس التزاماتي الماليه الى حين انك تنفذ التزاماتك الماليه. ده اول اجراء بتبعته له وبنقول عليه انذار بحبس الثمن، وده من حقك قانوني. الامر الثاني انك انت حضرتك مشكورا بتقول له وانا بطلب منك تفعيل الشرط بتاع الجزاء الغرامات التاخيريه واخدها منك، فمن حقك تعمل هذا الامر وذاك الامر. النسبه هنا بتكون محدده وثابته في القانون ولا هي بتكون وديه؟ حسب ما هم اتفقوا. لا يعني اقصد ما هو الاتفاق هنا بيتم والاثنين بضوا عليه، انا بتكلم بقى هل في القانون بتكون هي ليها نسبه يعني مقطوعة واحدة؟ لا ملهاش. هي أنا ممكن كمطور عقاري أقول إن أنا في حالة إن أنا أتأخر هديك عن اليوم تأخير 100 جنيه أو أديك بحد أو أقصى نص في المية بحد أقصى إجمالي التأخيرات ما يزيدش على 2% من إجمالي الثمن. فهي ليها هم طبعا دايما الأقوى المطور العقاري اللي بيعمل العقد، فيكتب لك كده نسبة ويجي في الآخر يعملها لك 2% 3%. عما انت لو اتاخرت بيقول لك هفسخ العقد واعمل لك ايه واحبسك واحبس اهلك واعمل كل حاجه اللي هو بيحاول يعني يكتفك بكل الاجراءات القانونيه اللي يضمن بيها حقه. لكن الاخر ممكن لحد ما بيكون الحقوق بتاعته اقل شويه، لان هو وهي يعني فيما يقال ان البعض هنا بيتكلم ان هي العقود قلبت مره واحده الى عقود اذعان، ودي مشكلة كبيرة جدا ان البعض هنا بيتضايق من المنطقة دي، ان هو بيكون فيه عايز تفاوض في التعاقد او في شروط العقد بيلاقي ان هو بيتم المطور العقاري اجريسيف قوي في الحتة دي. ما بيرضاش يغير في اي بند من بنود العقد. وده بيخلي الناس برضو تتضايق في مشاكل، لا او لما تقع في مشكلة في المستقبل يعني يقول له طب انت ما عملتش ليه؟ هو ما كانش في ايدي اعمل بالظبط، وتيجي تقول له طب انت اشتريت ليه عنده؟ يقول له ما السوق كله كده. ده حقيقي. يعني عارف، فهي لازم يبقى فيها تدخل من الدوله شويه، زي الضوابط اللي حطها السيد رئيس مجلس الوزراء، حط بعض الضوابط كانت لطيفه شويه الصراحه ما بين المطور العقاري والمالك والمشروعات. واحنا اتكلمنا عنها واحنا اتكلمنا عنها بعض لا حلقه برضه نرجعها تاني كده نفكر الناس بيها. مهمه قوي. طيب سريعا كده قبل ما يعني ايه نختم مع حضرتك يا استاذ احمد، حد بيقول انا رفعت دعوه قائمه منقولات وتم التصالح وعوده الزوجه لمسكن الزوجيه وحدث بعد ذلك خلافات جديده، هل يحق للزوجه المطالبه بقائمه المنقولات مره اخرى ام لا؟ شوف،
الحته دي برضو فيها حاجه للزوج وحاجه للزوجه. لو الزوجه اللي واضح من السؤال ان الزوجه اللي بتسال. تمام. الزوجه النهارده قدمت قائمه المنقولات الزوجيه دي للمحكمه. واتنظرت في المحكمه واتنظرت وهيتصالحوا، فالقاضي هيقول لهم اتصالحوا مع السلامه. يعني بس تطلب بقى من القاضي ايه؟ تطلب تقول له تم التصالح بين الزوج والزوجه، تمام، وتثبت في محضر الجلسه انه عاده الحياه، عادوا بالمنقولات على ذات المنقولات، استلمها تاني. تكتبها في محضر الجلسه. وتطلع اكتر من صوره في محضر الجلسه، عشان لو قدر الله حصلت مشكله ورفعت القضيه ما يقولولهاش لا ده القضيه دي اتنظرت قبل كده وخدت تصالح. لا، احنا هنقول تصالح لانه ان تم التصالح بينهم ورجعوا على ذات المنقولات، فنقدر ارفعها مره جديده وما يحصلش حاجه. يا استاذ احمد معلش النهارده الوقت خلص معاك بسرعه شويه، بس نورتنا كالعاده. ميرسي يا فندم. شكرا جدا. شكرا لحضرتك طبعا، ونورتنا وافدتنا. ربنا يخليك. زي كل مره. شكرا. وبكده خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم، وان شاء الله برضو يعني اي حد لاي استفسار اي استشارات قانونيه ابعتوا لنا من خلال الصفحه، ومعاكم بكره حلقه جديده الساعه 6:30 وانبوكس. يلا سلام.